سالو لي كريمينال، مرحبا بكم في بودكاست جديد ديال لازبيان ان موروكان. في البودكاست هذا غادي نهضر لكم على القصه ديال الحب اللي بيني وبين المدام، افان غيكون الجزء الثالث وقيله. دونك الناس اللي متبعين هاد لا سيري هادي ديال البودكاست عارفين بلي ديجا حطيت الفقره الاولى ديال قصه الحب بيني والمدام، وحطيت لكم واحد الفقره فين شرحت لكم كيفاش حتى ولينا عايشين اونصومبل. دونك الناس اللي ما متبعينش ندير لكم واحد الملخص صغير قبل ما نبداو البودكاست. دونك انا والمدام تعرفنا على بعضياتنا في 2013 في الانترنت، واحد السيت ويب ما بقاش كاين دابا. ولا ما تقولوا لي شنو هو السيت ويب، راه حتى حنا بغينا ندخلوا ليه، ما بقاش هذا السيت ويب هذا. في 2013 كان مازال ام اس ان، سكايب، ارنباش وداكشي. وانا كنت باغا نتعرف على صراحه بنات في حالي، حيت ام اس ان كانوا فيهم غير بنات الليس اللي معايا، وراكم عارفين في المغرب كانت القضيه شويه حامضه ديك الساعه. دوك قلت غادي نحاول نقلب على شي سيت ويب فين نقدر نهضر على مع بنات اللي بحالي اللي كيعجبهم البنات. بيان سور شحال وانا كنقلب لا بلوبار ديال الحوايج اللي كنت كنطيح عليهم سيتي بورنو، ولكن لقيت واحد السيت ويب في بلوزيغ فوروم، وواحد من دوك لي فوروم سيتي فوروم ديال ليزبيانات. دونك كانوا فيه بزاف ديال لي في كيهضروا مع بعضياتهم. ديك الوقيته ما كانش مازال الدراري بزاف كيتخشاو معانا فهاد اللعيبات هادو، دابا ولاو غير الدراري تيقول لك واخا تكوني كلبه ديالي انا عزيزين عليا ليزبيانات، ولا الدراري تيقول لك انا بغيت ندير معكم ميناج ا تخوا. بون ديك الوقيته ما كانش هاد الستون هذا، ديكو بقيت كنهضر مع البنات اللي كانوا في داك الفوروم، وتما تعرفت على المدام. تما بدات ليستوار دامور ديالنا. انا هاجرت، جيت لهاد البلاد هادي اللي انا ساكنه فيها دابا، وبقينا كنمشيو عند بعضياتنا، سواء انا نمشي للمكسيك ولا هي تجي لعندي، وبقينا كنخدمين فهاد لا ريلاسيون ا ديستانس لمده 8 سنين تقريبا. ومور 8 سنين ديال هاد العلاقه ا ديستانس تزوجنا، ودابا عايشين اونصومبل. دونك المدام دات الوريقات ديالها وجات عاشت معايا. كيفاش دازت هاد لا ترانزيسيون ما بين اون ريلاسيون ا ديستانس، دونك لونغ ديستانس ريليشن شيب، و لا ريلاسيون دابا ككوبل مزوج وعايشين اونصومبل؟ هادي واحد من لي كيسيون اللي وصلتني الصراحه، باسكو كيما قلت لكم في انستغرام سولونا شي حاجه وغنجاوبوا عليها. الناس اللي ما قاموا تبعينيش في انستغرام سولو تبعوني انستغرام ليزبيان اند موروكان. دونك سولوني قال لي شنو هو الفرق ما بين تكوني اون كوبل فهاد لا ريلاسيون ا ديستانس فيرسوس تكوني اون كوبل وساكن مع بعضياتكم، واش ما جاتكمش صعيبه؟ الوغ ما جاتناش صعيبه بصراحه، سي با لا ميم شوز، كاينين لي ديفي ديالها، ولكن ما جاتناش صعيبه بزاف باسكو حنايا ديجا فاش اول مره كنا غادي نتلاقاو جات المدام عندي لواحد المده تقريبا 4 شهور. دونك جات معايا تقريبا 4 شهور، وفي هذيك المده شفنا بلي افيكتيفمون فاش كنكونوا اونصومبل عايشين اونصومبل ما كيكونش عندنا بزاف ديال المشاكل، باسكو كاينين الناس، وهادي واحد البوان اللي شي حد قال لي في انستغرام اوسي، كاينين الناس اللي تيكونوا اون كوبل ما ساكنينش مع بعضياتهم، وكتكون القضيه غاده مزيانه، مي اون فوا كيسكنوا مع بعضياتهم كتخربق القضيه. دونك سي بور سا مع المدام قلت لها شوفي غادي تجي غتسكني معايا 4 شهور وغادي نعرفو زعما كي داير القضيه، واش افيكتيفمون داكشي اللي كنا عايشينو ا ديستانس هو داكشي اللي غنعيشوه فاش نكونو عايشين اونصومبل، واش المعيشه اونصومبل ما غاديش يكونوا فيها مشاكل بزاف، واش غادي نقدروا نكونو كومباتيبل. دونك فاش جات عاشت معايا 4 شهور في 2016 واقيلا، دازت ديك 4 شهور زوينه، وكنا كنتفاهموا، كل وحده كتدير لي طاش ديالها، ما كانش عندنا مشكل في المعيشه اونصومبل. دونك قلنا اوكي نقدروا نكملوا هاد لا ريلاسيون ديالنا، باسكو فاش غادي نعيشوا اونصومبل غادي نقدروا نكملوا في الكوبل ديالنا وما غاديش نتخاصموا. دونك سي بور سا كو بقينا مطولين في لا ريلاسيون ديستانس، باسكو عارفين هذيك لا ريلاسيون ديستانس راه غادي تعطي شي حاجه، دونك في الاخر باش نعيشوا اونصومبل غادي نقدروا نعيشوا اونصومبل مزيان. دونك سي بور سا حنا ما كانش عندنا trop de problèmes وباقي مزيان الحمد لله. شوفي دوشي جو بوا ولكن كاينين دي بيتي ديفي كيما قلت لكم، باسكو بون دابا شي 4 شهور وحنا ساكنين اونصومبل باقي ما فتناش هذيك 4 شهور سا فا تري بيان. لي ديفي اللي كيكونوا سي كو بون انا عشت بوحدي تقريبا 8 سنين، دونك انا اون بيرسون تري تري انديبوندونت،
هاد التمسين هادي فاش كنت كندير شي حاجه في راسي كنديرها، الا درت شي بلان في راسي تنمشي كنديرو، ما كنتشاور مع حد في لي ديسيزيون اللي كناخد. دونك انا جي دو مادابتي باش نولي نتشاور مع المدام قبل ما ناخد شي ديسيزيون. و بون في الاول ما كنتش كنعيق كاع براسي باللي كندير هاد القضيه، قالت لي هي، قالت لي شوفي ما كيعجبنيش الحال فاش غير كطيح لك شي حاجه في راسك كتقري انك ديريها ما كتشاوريش معايا. دونك انا جي دو ترافايي سور موا ميم باش نحاول نعيق براسي في لي سيتوياسيون فني فين كنحاول ما نتشاورش معاها ونتشاور معاها. دونك هذا سي ان بوين اللي خدمت عليه. دونك حتى هي عندها بلوزور بوين خدمات عليهم، ولكن صراحه ماشي شي حاجه اللي هي فريمون لي فريمون صعيبه انك تخدم عليها ولا سميتو دغيا قادينا اون ريزولي البروبليم. ودابا كنخدموا بجوجنا على لي بوين اللي خاصنا ناميليوري وباش نقدروا نعيشوا دون فاسون اوبتيمال انصومبل. هاد القضيه اللي اوسي جي رماركي كمراه مزوجه بمراه كاين ما كنفكرش في هذوك لي ستيريوتيب اللي كنت ربما غنفكر فيهم الا كنت مزوجه براجل. بارابور البنات اللي كنعرف انا اللي مزوجات براجل كيكون واحد لا ديناميك في الكوب اللي البرون واحد لا فورم بريسك ناتوريل. دونك كاع صحاباتي اللي انا بيان سور غيكونوا بنات ما كيديروش بحال هكا، ولكن دابخي مون اكسبيريونس بيرسونيل الناس اللي كنعرف انا كاين واحد لا ديناميك كي سيتابلي دو فاسون سبونتاني ولا ناتوريل ولا ما عرفتش غادي نقول لها في الكوب ديالهم. دونك اوتوماتيكمون فاش كيتزوجوا البنت اللي كطيب يعني بعد لي كوب اللي كنعرف الراجل تيعاون، ولكن برينسيبالمون المراه اللي كطيب. ابري المون المراه اللي كتشقى واخا كيحاولوا يتسيباراو لي طاش، ولكن ما كايناش ديك لا كيقولوش اوكي بلاتي واش انت اللي غطيبي ولا انا اللي غنطيب، ما كيحاولوش يكيسيونيو شكون اللي غيدير هاد لا طاش شكون اللي غيدير هاد لوطر طاش. كتجي دو فاسون سبونتاني المراه طيب الراجل يخرج يتقدى يجيب القضيه. في الكوبل ديالنا نو، حنايا اون ا جوست اورغانيزي. مثلا قلت ليها واش انت كتبغي طيبي الصباح، انا عارفه اصلا ما كتبغيش تفيق بكري الصباح، دونك لا انا غادي نبقى نطيب الفطور، انا اصلا كنفيق بكري نخلي لك الفطور وانت غادي طيبي العشاء مثلا. دونك كنتشاوروا في هاد لي طاش هادو سكي تري بيان باسكو بهاد الطريقه هادي تقريبا كنديروا 50% و 50% ديال لي طاش. ابري انا الا كنت خدامه بزاف وما قديتش الوقت ندير شي طاش كديرها هي وكيبقى فيها الحال تنقول ليها تنقول لها سمحي لي خليتك ديري هذه القضيه تي سور كو سافا واش بغيتيني ولا الا ما كنت عارفه راسي مثلا ما نقدرش ندير شي طاش اللي قلت ليها غادي ندير كنقول لها واش بغيتي مثلا نكومونديو شي حاجه على برا باش حيت انا ما نقدرش نطيب باش من انتي ما طيبيش دونك نكومونديو شي حاجه على برا. دونك كنحاولوا ما نخليوش لوتر بيرسون دير اكثر من داكشي اللي كنحاولوا نتسيباراو لي طاش 50% 50%. فوالا هذا هو الميساج اللي كنت باغا نقول. واحد لو بوين اخر اللي جي ريماركي في الكوبل ديالنا كومباراتيفمون لي كوبل مغيرين اللي انا كنعرف كما قلت لكم بيان سور غيكونوا دي كوبل مغيرين اللي ماشي يكونوش دايرين بحال هكا، ولكن اونكور اون فوا كنهضر على ليكسبيريونس بيرسونيل ديالي داكشي اللي كنشوف انا في حياتي اليوميه. اللي بان ليا كاين الفرق ما بين كوبل ديال جوج عائلات وكوبل مغاير هو ان في الكوبل المغاير كتكون واحد لابريسيون كبيره على الراجل، حيتاش كنقولوا بون كنقولوا ديك الهضره ديال الراجل هو كلشي، حيتاش الراجل هو اللي خاصو يجيب الفلوس للدار، هو اللي خاصو يعطي يكبر ولادو ويعطي لمراتو باش تقضى ويعطي لمراتو باش، دونك هو اللي عنده لا بلو غراند ريسبونسابيلتي اونتر كيمي. بون هذا سي ان ستيريوتيب ولكن سي فري زعما لا بلوبار دي كا اللي كنعرف انا الراجل في لا سوسيتي كي كنعرفوها في المغرب كتكون عنده واحد لا بريسيون، حتى خارج المغرب راه كتكون عنده هاد لا بريسيون هادي، ولكن ماشي بحال في الكوبل ديالنا لا بريسيون علينا بجوج دونك بجوجنا كنحاولوا دو فاسون تقريبا بحال اننا نزيدوا القدام، وما كايناش شي وحده اللي كتعول على الاخرى انها هي اللي غادي تولي تربح الفلوس بزاف ولا بار كونتر سي فري كو ما كنربحوش نفس لا كونتيتي دارجون. شنو كنديرو سي كو اللي كتربح اكثر هي اللي غادي تصرف شويه اكثر، دونك كنصرفو بارابور او سالير ديالنا. كوبل المغيرين اللي انا كنعرف بعد لي كوبل المراه كتربح اكثر من الراجل، ولكن الراجل واخا كيبغي هو اللي يصرف هو اللي يبان هو اللي كيصدق غارق في الكريديات. علاش؟ حيت هو عند بالو هو اللي خاصو يصرف هو اللي خاصو يحط هو اللي واخا مراته كتربح اكثر سكيفي هو كيصدق غارق في الكريديات، وبعد مرات مراتو ما كتقولش ليها هي بركة عليك راه ما عندكش تا با سي دارجون بور فير تو سكو تو فير، كتخليه يصرف كتقول ليه اشري ليا عطيني صوب ليا.
دونك فوالا سي دوماج هاد لي ستيريوتيب هادو يخليو ان الناس يديروا هاد التعاملات هادي اللي صراحة ما عندهم حتى معنى. واحد البلان اللي بغيت نهضر عليه اون بارلون دو لي ستيريوتيب هادو سي كو لاحظت بان في لا كوميونيتي ليزبيان كاين كيرجعوا هاد لي ستيريوتيب هادو باسكو جو تروف دوماج باسكو اصلا حنايا هاربين من لي ستيريوتيب باش كنعاودو نجيبوهم كنحطو لي ميم ستيريوتيب اتيرو في ان كوبل كي ني با اتيرو مي بون كاين داك القضيه تيقول لك توب ليزبيانس بوتوم ليزبيانس الى مثلا التوب ليزبيان عرضت عليك تاكل شي حاجه هي اللي غتخلص دونك كتعولي عليها هي اللي غتخلص بيكوز شي زي توب دونك كتاخد دوك لي ستيريوتيب ديال الرجال اونتر كيمي في لا سوسيتي. حنايا ما كنحاولوا نتبعدوا من هاد الستيريوتيب هادو باسكو انو كوريسبوند با اصلا حيت حنايا ماشي كوبل اتيرو دونك حنايا ابار و كان اون فونكسيون دون فاصون لي ديالنا دونك حنايا كان ما كنعاودوش ناخذ دوك الستيريوتيب ديال لي اتيرو داك اللعيبه ديال توب بوتوم حنايا ما كنستعملوهاش كاع تو سكي ستيريوتيب دان كوبل اتيرو ما كندخلوش في الكوبل ديالنا كاع et c'est bien là, je trouve parce que ça donne واحد la dynamique différente et ça nous permet de connaître ben là, je trouve que on vit d'une façon plus libre on priorise la communication donc il est quand chi haja khsna kanhadrou عليها donc voilà grosso modo مختلفين على comment fonctionne un couple hétéro de façon c'est pas un mot qui fait fonctionner un couple hétéro ma kanخدموش بنفس الطريقه parce que حنا ماشي couple hétéro اصلا واحد لو بوين لي هنايا كنهضر لكم بزاف على لي زافونتاج بون نهضر لكم من واحد لانكونفينيون شنو هو لانكونفينيون انك تكون اون كوبل ولا مزوج مع بنت وتكون ساكن معاها سي كو لي ريغل كيوليو يجيبكم اون ميم طون. هاد القضيه ديال السينكرونيزاسيون صراحه سي فشي شكل ديما كنقول لا غير سي اون كوانسيدونس انا سوفون كنت ديجا عشت مع بنات اون كولوكاسيون ولكن سوفون كنت كنعيش مع بلوزيغ في ولا كنت جو كودوايي بلوزيغ في زعما سوا لما كولوك في الدار وصاحبتي في لونيفرسيتي وكذا وكذا دونك لي ريغل كانوا كيتسانكرونيزاو شويه ولكن ماشي بحال كانوش كيجيبنا لي ريغل اون ميم طون ولكن كنا ان بتي بو سانكرو سوا كانت سانكرونيزا مع صاحبتي اللي كتقرا معايا ولا صاحبتي اللي ساكنه معايا ولا الى اخره و دوكو عمري ما قلت اوكي داكشي ديال السينكرونيزاسيون راه بصح راه كيطرا راه كدا راه غيجيبنا لي ريغل اون ميم طون الا سكننا اونصومبل كنت كنقول واه او بيغ دي كا غيتقربوا بيناتهم وصافي ولكن ما امبوسيبل يجيونا اونصومبل الوغ كو نو ان فيت سي بوسيبل. انا غناكد لكم باللي نهار توليو تعيشوا مع صاحبتكم في نفس الدار لي ريغل غيوليو يجيوكم اونصومبل ليترالمون نفس النهار غيجيوكم لي ريغل. علاش سي ان انكونفينيون حيتاش قبل لي ريغل كتكون مشكله كيكونوا لي زورمون طالعين دوكو غتولي تعصب عليك كنتي تعصب عليها على اي حاجه لي زيموسيون غيكونوا ملتيبليي فوا 3 و بوندون لا بيريود دي ريغل بون راكم عارفين ما كتكونش اون بيريود زوينه و دونك فوا 2 باسكو لي دو بيرسون فيهم لي ريغل دونك سي با لا جوا دو فيفر مي او موان سي كي اي بيان سي كو ابري عندكم 3 سمان ولا 3 سمان اي دمي على حساب كل واحد ديال ديروا اللي بغيتو اللي فهم هو داك اللي ما فهمش هذوك اللي فهموا يشرحوا اللي ما فهموش سينو واحد البوان واحد اخر اللي بغيت نهضر عليه وصلني في انستغرام دونك شي واحد سولنا قال لينا واش كاين ديفيرونس في لا باسيون اللي كنتو كتعيشوا ان طونك كوبل ا لونغ ديستانس فيرسس كوبل ساكن مع بعضياتو وي كاينه ان ديفيرونس علاش حيت فاش غتكونوا في ان ريلاسيون ا ديستانس اون فوا غادي تلاقاو سوفون غادي تكونوا عطله فاش غتلاقاو دونك سوا انت غتشدي عطله باسكو هي غادي تشوفك سوا انت غتشدي عطله باش تمشي تشوفيها وهي غتشد عطله باش فاش تكوني غادي تشوفيها تجي تشوفيها باسكو عندكم غير واحد جوج سيمانات كاع ثلاثه سيمانات الا كثرنا ديال انكم تكونوا اونصوم دونك كتحاولوا تشدوا فيها عطله باش تبروفيتيو 100% ديال داك الوقت القليل اللي كيكون عندكم دونك كتكون لا باسيون كبيره بزاف ديجا باسكو توحشتيها دوزيام شوز سي كو كتكونوا عطله دونك كتكونوا مرتاحين كيكون عاجبكم الحال و المهم عطله و اون بلوس هي معاك دونك عاجبك الحال فوا 10 دونك كتكون لا باسيون بزاف اون فوا دي توليو تعيشوا اونصوم كتكون اون اوتر هيستوار وي كيبقى لامور كتبقى لا باسيون ولكن ماشي بحال علاش حيتاش كتكونوا خدامين سوفون حنا انا والمدام خدامات بجوج انا كنخدم بزاف الناس اللي تبعيني في انستغرام راه عارفين البلان كي داير
دونك سوفون انا كنكون فاتيغي. انا اصلا في حياتي العاديه ديما كنكون فاتيغي سوفي الا كنت عطله ما كنكونش فاتيغي، ولكن الا جو لاندي او سامدي جو لاندي او ديمانش دي فوا كنخدم دونك ديما كنكون كاو. دونك ما كنكونوش كنديرو لي ميم اكتيفيتي كو فاش كنا كنتلاقاو فاش كنكونو اون ديستانس اون ريلاسيون ا ديستانس. ولكن مازال مره كيعجبني الحال فاش كنكون في الخدمه وكنكون غاسالي بكري كنكتب ليها ميساج كنقول لها واش غاسالي بكري، كتقول لي اه، تنقول لها واه نخرجوا نشربوا شي حاجه وجيم بيان، كتكون اون اوتر ديناميك. هاد القضيه ما تقدرش ديرها فاش كتكون اون ريلاسيون ا ديستانس باسكو ما كتكونش معاك ولكن اون فوا كتكون اونسومبل كاين هاد لي بتي مومون بحال هكا تيجيو زوينين تيجيو حلوين. ولا كنرجع من الخدمه تنقول لها تنخرجوا نمشيو نجلسوا في البارك دي تروك سامبل كيكونوا زوينين باسكو كتقول الله نقدر ندخل وندوز معاها غير اون ابخي ميدي بحال هكا، ولا كل نهار غندخل للدار نلقاها هي في الدار ولا دونك كت كيكونوا هاد لي بتي بليزير دو لا في اللي كان اون بروفيت دوك لي بتي بليزير باسكو ما عمرهم ما كانوا عندنا. الوغ كو الناس اللي ما عمرهم ما كانوا في اون ديستانس ريلاسيون ا ديستانس ما تيبروفيتيوش من هاد لي بليزير هادو فورسيمون. حنايا كاع هاد لي بتي بليزير غير انني نرجع من الخدمه وندخل الدار راه سي كنبقاو اون سوري كنفرحو كنقول لها المهم كنقول لها انا فرحانه بزاف حيتاش جيت لقيتك في الدار. المهم درتي بليزير فحال هكا اللي عادي بسيطين بزاف ترجعوا لك النهار ديالك زوين ولا كتكون في الخدمه وكتفكر كتقول اه دابا غادي ندخل للدار غادي نشوفها دونك. ولا بعض المرات كنكون انا خدامه كتقول لي كتقول لي مع عائشه غتسالي تنقول لها مع هاد الساعه هادي كنهبط كنلقاها كتسناني لتحت دونك كتجي عليا للخدمه. دي بتي تخوك حركه كي سون فريمون 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 كيوت فاش كتكونوا دزتو من اون ريلاسيون ديستانس لون ريلاسيون اللي ساكنين مع بعضياتكم اون ريلاسيون ستابل. سؤال واحد اخر اللي سولوني قال لي واش كاين شي فرق ما بين انكم تكونوا تزوجتوا وفاش ما كنتوش مزوجين؟ نو ما كاينش فرق. اصلا انا الزواج عندي شي حاجه اللي نزوج ولا ما نزوجش عندي بحال سي جوست مورسود بابي مادام بوغ ال نون مادام الزواج عندها شي حاجه مهمه بزاف انا لا. انا فريمون عندي بحال الا كنت مزوجه بحال الا ما كنتش مزوجه لامور هو داك بحال ما كيتبدل حتى شي حاجه. سي جوست كتكون عندكم ورقه زايده خاصكم ما توطروهاش وصافي كتزيد لكم داك الهم ديال عندك توطر لي الورقه ديال الزواج. مي سينو صراحه سي لا ميم شوز. جو سي في المغرب كيكون الواحد فاش كيتزوج ماشي بحال فاش كيكون مصاحب باسكو فاش كنكونوا مصاحبين ما كنكونوش عايشين اونصومبل دونك حتى كنتزوجوا عاد كنعيشوا اونصومبل. وكما قلت لكم معيشه اونصومبل الى بعد مرات كتصدق بعد مرات ما كتصدقش الى غير جيتوا وعشتوا اونصومبل وانتم ديجا تزوجتوا كلشي درتوا ضربتوا كيقولوا ليه البيض في الكحل. المهم ولو كنتوما ما عمركم ما حاولتوا جربوا انكم تعيشوا انصومبل تقدروا ما تكونوش كومباتيبل سو لو ميم توا. دونك شنو كيطرا المشاكل ما بين لي كوبل وربما بعد مرات كيحاولوا يحلوا دوك المشاكل بعد مرات كيتفرقوا. دونك حنايا نو حنايا كما قلت لكم كنا مصاحبين وعشنا انصومبل واحد الفتره دونك كنا عارفين راسنا كو اون ايتي كومباتيبل سو لو ميم توا. الناس اللي ماشي كومباتيبل سواء كيحاولوا يخدموا على بعضياتهم سواء فريمون سا مارش با اي ما يمكن لكمش تعيشوا اونصومبل. فوالا يعني كاين دي كوبل اللي كنعرف اللي دي كوبل شحال هادي وما عمرهم ما عاشوا اونصومبل دونك كيبقاو في هذيك القضيه ديال انا نمشي عندك للدار نهار ولا يومين وانتي تجي عندي للدار نهار وكيبقاو كل واحد عايش في دارو وكيخرجوا مره اونصومبل بحال غير مصاحبين باسكو ما كيقدروش يعيشوا اونصومبل تو سامبلومون. كاين الناس اللي عزيز لهم يعيشوا بوحدهم كاين الناس اللي خاصهم داك ليسباس ديالهم. ندوزو لاخر سؤال اللي سولوني اللي هو كيفاش شي كوبل اللي هو اونصومبل يقدر يدوز اون ريلاسيون ا ديستانس؟ واش صعيبه واش يمكن لها دار كيفاش يمكن لهم يديروا هاد القضيه هادي واش غيتفارقوا ولا ما غيتفارقوش؟ En fait, ça dépend de chaque couple. Kayen les couples li ghatsdeq lihom, kayen les couples li ma ghatsdeqch lihom. Kayen nas kiqdrou ala la relation à distance, kayen li ma kiqdrouch ala la relation à distance. Hiya sa3eba bzaf fash katkoun ensemble katfarq, sa3eba ala fash katbda mfarq w katwli ensemble après. Bhalna ana w madame. Le truc c'est que fash katkoun en relation à distance, wahed lhaja li hiya mouhima bzaf, enfin
جوج ديال الحوايج اللي مهمين بزاف هما لا كونفيونس و لا كومونيكاسيون. دونك خاصك تكوني ثقه في صاحبتك, واحد الثقه اللي هي كازيمون 100%, و خاص ديما تكونوا كتهضروا اونصامبل, سواء في واتساب دونك بار ميساج, سواء بار ابل, سواء لي دو. بيرسونيلمون انا والمدام كنا كنتصيفطوا دي ميساج نهار كامل, وفي الليل كنت كنعيط عليها وكنهضروا شي شويه, وابل فيديو ولا ابل فوكال, المهم كانت تعيطوا. الحاجه الثانيه كما قلت لكم هي لا كونفيونس. علاش لا كونفيونس مهمه بزاف؟ حيتاش فاش غتكونوا مفارقين, الا قالت لك انا خارجه ولا انا غنمشي ولا ما جاوباتكش حيتاش كانت مكنتش مساليه ولا بامبورت, ما خاصكش تبداي انت تقولي اه لا ما جاوباتنيش ديك ما كتخوني, اه لا غتخرج غتمشي لشي بلاصه ما غنكونش معايا ياك ما غتخوني. نو ديك الساعه شنو كديري الا كنتي بحال هكا؟ كتو لومبيش دو فيفر, ما كتخليهاش تعيش حياتها. تبقى تقولي لا ما تخرجيش, الا خرجتي وريني مع من, والا درتي شوف قولي لي مع من, الا ما جاوبتينيش غادي نعيط عليك, خاصك ديما الا صيفط لك ميساج جاوبيني. سا دوفيان توكسيك و دو سيت فاصون لا سي سور, الا كنتي حركه صاحبتك غادي تصبر عليك ما عرفتش انا شهر شهرين كاع ماكسيموم, غادي تقول لك من بعد سيري فحالك, ما بغيتش نعيش فحركه نتفارقوا. دونك هاد لي دو بوين الا كانوا سافا مارشي, بيان سور خاص يكون الحب, الا ما كانش الحب اصلا ما غاتكون ما يكونش كوبل, ولكن هاد لي دو بوين هادو مهمين بزاف وخاصهم يكونوا الا بغيتو فريمون تبقاو اون كوبل ا ديستانس. والصبر سي سور الصبر هذا ما باين خاصو يكون الصبر. واحد لو بوين اخر اللي خاصو يكون ابار هاد لي دو بوين برينسيبال اللي قلت لكم هو ان بلان كومون. شنو معنيش هاد البلان كومون؟ هذا خاص يكون عندكم واحد البلان, خاص تقولوا مثلا اوكي حنايا اون لونغ ديستانس, ولكن في الصيف غادي نتشوفوا, في الصيف انا غنمشي عندها ولا في الصيف هي غتجي عندي. ديما خاصكم تبلانيو اوكي وقتاش غادي نتشوفوا, شنو غادي نديروا, ولا دي بلان بلو لوان. مثلا الا هي غتمشي لشي بلاد وحده اخرى وانت مثلا بقيتي في المغرب, تقولي لها اوكي شوفي انا راه كنخدم باش من دابا 3 سنين 4 سنين غنمشي عندك لاوروبا, ما راه كنخدم على هذا البلان هذا ديال ماشي خدمه اللي غادي تقبل عليا تما, وراه من دابا 3 سنين غادي نقدر نمشي عندك لاوروبا. دونك هادو سي دي بلان فيتور يقدروا يكونوا عندكم باش بور مانتينير فوتغ ريلاسيون. دونك سوا دي بلان في لو فيتور بروش, دونك فوقاش غتلاقاو فوقاش غتشوفو فوقاش غتمشي عندها فوقاش تجي عندك, و دي بلان بلو فيتور بلو لوانتان, دونك كيفاش غديري حتى تمشي لعندها ولا كيفاش هي غدير باش تمشي لعندك باش تجي لعندك وتوليو تعيشو اونصومبل. دونك فوالا انا جوبونس هادو هما لي النصائح اللي نقدر نعطيكم. الا كنتي انتي في اون ريلاسيون ديستانس وكانو عندك شي نصائح اخرين غير هادو اللي قلت انا وبالنسبه ليك هما نصائح مهمين, خليهم في التعاليق. الى عجبكم هذا البودكاست لايك, الى بغيتي تبارطاجيه مع صحابكم بارطاجيه, ولا كنتي ما كنتيش كتبعني تبعني دير لي سبسكرايب راه البوطونه لتحت. اي فوالا مو جو دي على بروجين, نتمنى يكون عجبكم هذا البودكاست وغنتلاقاو في البودكاست الجاي ان شاء الله. تشاو. علاش قلت ان شاء الله؟ ما عرفتش علاش قلت ان شاء الله.